يلا بينا كده اقول لكم اتسحرت ايه. خدت كده جبنه قريش وزبادي، طبعا السحور ده صحي جدا ومناسب للدايت. وخدت جرجير، لازم تاخدوا جرجير او اللي هو الخس البلدي او خيار، يعني اي حاجه من الحاجات دي. المهم ان احنا ايه ناكل خضروات كتير. وخدت كده لينا برضو 4 وحدات كده زيتون اللي هو المملح، وزبادي ناخد بقى زبادي. حطيت، طبعا انا ما بعرفش اكل الزبادي خالص كده، فحطيت على ايه كده عموز كده. طبعا هاكل الجبن القريش بالشوكه، مش هياخد عيش، انا عشان مش حابه اخد عيش، بس مش لازم تطبقوا النظام ده كده بالظبط زي انكم تاخدوش عيش، لا ليكوا واحده توستيه. انا بقول لكم توست ليه؟ عشان بفضل التوست عن العيش اللي هو البلدي. لينا واحده كده توستيه في اليوم، توست اللي هو الاسمر اللي هو الشعير ده، حلو جدا ومناسب للدايت احسن يعني. وبس كده، ممكن كمان لو مش حابين تتسحروا كده ممكن تاخدوا بيض مع 4 معالق فول، او كمان بيض بالبسطرمه تحطوا كده معلقه زبده، يا اما سمنه بلدي. ولو في بقى حد بيجوع، بيحس بجوع دايما، يبقى ناخد كوبايه ميه قبل الوجبه بنص ساعه وعليها معلقه بذور شيا. وده كان الفطار بتاعي. طبعا انا يعني النهارده كده كنت مرهقه جدا، فما كنتش محدده اعمل فطار ايه وكده، فقمت كده على اخر وقت عملت كده عدس. طبعا العدس نحط له نص طماطمايه، ما نكترش في الحاجات اللي انا هقول عليها، نص طماطمايه ونص بصلايه، والجزره تكون جزرايه صغيره عشان الجزر، عايزه اقول لكم ان الجزر من السكريات. وكده عملت بتنجان شوي، حطيت له بقى كده كمون وملح ويعني ظبطته، وكمان معلقه زيت زيتون. كنت اقول لكم حاجه مهمه جدا، نستخدم ملح اللي هو الملح الدايت.